ديال التشغيل ديال المحطه بالنسبه للمياه اللي مستخرجه من الانتقاب كتمشي للاباش ديال المياه الخام كتخلع لواحد لا ديزانفيكسيون الاول من بعد كيوصلت واحد المرحله ديال داك المنقبض كتمشي للمرحله الاولى ديال المعالجه اللي كيتخصب او مرشحه للمياه كيخرج بوطابل وباش نبدا لا بوطابيليزاسيون كنزيدو الاملاح المعدنيه وكنديرو اون ديزانفيكسيون من بعد هاد المياه كتمشي للمدخل هاد الريزرفوار هنايا الخزان المائي باش كتمشي للمعالجه هذا هو اللي كاين في المحطه الغرفه ديال التحكم هذا هو اللي كنشوفو كنشاهدو هنايا الميزان ديال الرعاه ديال الانتقال المائيه انستونتانيمون كنعرفو كل واحد شحال كاين كناخذوا لي بارامتر انستونتاني ديال شحال ديال انستونتاني دابا 72 هاد جوج ديال لي فوراج كيعطيونا 72 متر في الساعه هذا كيعطينا 67 وهذه لا بومب اللي قلنا هذه هي لا بومب ديال اللي في الدراسه هما المرحله الاوليه هنايا هادو هما كما كتشوفوا الصوره هادو هما لي زوج موزور هذا هو المحطه هذا هو الباص ديالو هذا غرفه ديال التحكم عندو حتى ليز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